اوكي ولو بي الو شنو اللي قدامك؟ والعوب والله نايس. انا متحمس الماب توني ما دخلنا قبل ما يبدا اتسكت شب شباب بي اس ال. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم ماب اليوم مع ريان. يا هلا ريان، الحين 6 من 10 قيم كيوي، يعني مقدمتي عيدها مشكله. اليوم جايب لكم ماب من تصميم عزه اللي يعرفه، اتوقع انه خامس او سادس ماب العب له، اتوقع انه سادس. الماب هذا عباره عن مثل ما قلت قبل شوي لا كازا دي بابل، اللي هو المسلسل الاسباني المعروف اللي ما في حد في العالم ما يعرفه. فالشخصيه هذه لو تشوفونها خلاص عرفتوا وش لا كازا دي بابل. فيك تحمس؟ طيب أنا بك تم تصميم هذا الماب بناء على طلب من البروفيسور، بروفيسور الشخصية اللي خلاص فهمتوني، يعني إذا ما شفت المسلسل راح شوفه ثم تعال شوف المقطع. لا شوف المقطع أخباركم. سوف تلقى 10 اختبارات مختلفة قياس مهاراتك في عدة جوانب. طيب يقول هنا إن استطعت اجتياز جميع الاختبارات فستكون مؤهل للمشاركة في عملية البروفيسور القادمة. يعني بيختار نعسى نسرق بنك. اوكي انا اصبر، ايش رايك كل واحد يختار له اسم زي كذا المدن برلين وكذا؟ انا دنفر. ها لا اختار واحد جاي شيء جديد لانك بتنضم للعصابه. انا بختار، ما جهزت، قل انت. وش اختار؟ اختار جده. انا حلوه يا جده. لا اختار انجليزي ارحم اهلك. طيب جده انجليزي؟ جده لا لا اقصد اوروبيه. اوروبيه طيب نيس والله توني بختارها. طيب انا بختار موناكو، كلها فرنسا يعني، فيعني سلكوا. المهم مسموح لك باستخدام 5 تلميحات، استخدمت 6 تلميحات فسيتم استبعادك من الاختبار فورا. فمثل ما تشوفون هذه الشخصية حقت لا كازا، اقسم بالله يا اخوي لا ضبطها. بسم الله. ديم والله شوف جاب العيد تكه. الاخيره ايه رهيبه، بس والله العظيم رهيبه. كيف التصميم يا اخي؟ تصميمات غريبه. ما استغربنا صراحه الاغنيه هذه، لان دايم هو اللي سوى ماب سبيستون صح؟ يب نفسه. اي فدايم يسوي شيء زي كذا والله دايم. شوف 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 انا تحرياتي دايم كل بدايه ماب هو يحط لك فخ هذه، اوكي يقول لك يلا خلص الليفل ولازم الفخ يلمسك. فاصبر لا تكسر ترى الليفل الهيل حقنا 200 يعني لو لاحظ دايم كذا يسويها هو. ها يب. بسم الله. اوكي يلا يا كريم. والله اهتزت شاشه كامله. وش مع تحديث جديد ولا كيف ذي؟ ما ادري يا ساتر. اوكي اعثر على طريقه تخلص من الكاميرا. اوكي كاميرا اوه عشان بنسرق حنا. اوه مع تهديد جديد. ديم اوكي اوح لقد تم كشفك. قبطنا بسرعة. ما قبطنا قطع شكله والله ابدا. لا ما راح ننضم مع حقيقة. تلميح ولا بدون تلميح؟ لا بدون. اي انا انقز بغلط. اسمع لازم نروح ورا هذه الاشياء، الكونتينرات والاشياء هذه. اوكي اول شيء راح فوق هذه. ايوه بعدين دقيقة لا انقبطنا اموت حد. اي ايش فيه؟ شوف اذا طلعت وجاك الاحمر معناته انك بتموت على طول. اصبر خلنا نحاول. انا عندي تحريات تقول لمبات بس ما لها دخل، قاعد كلها سيده. ودي ادور شيء ثاني يعني يجيب هذا. جه اليسرى ما رحنا له. اصبر هو كم يدمج؟ يموت على طول مهما كان هيلي. اذا كان كذا نرجع وناخذ الدروع ذيك. فنجرب هذا ما لها دخل. طيب هذه خمسه ما راح له. هذا ما يمكن اصلا. امه هذا يمكن. اوه هلا بتحرياتي. والله هو بكل ما بيسوي كذا. بكل ما بيسوي كذا هذا ما في فخ هذا. وش تتوقع؟ اعطى تحرياتك كذا. انا ودي اعطي تحريات ان هذا نفتحه ندخل مع الانبوب. كيف طيب؟ ما ادري. ايه ترى طريقة تخلص من الكاميرا. اصبر والله اتوقع. دقيقة. وش اللوم؟ شفت هذا؟ الكهرب. أيوه؟ يطلق على الكهرب والكهرب بيسوي التماس ويفجر هذه الكاميرا. تتوقع كذا؟ ما ادري اعتقد اعتقد الحين شفتوا. ما شفت شيء. والله زونا ما شفنا شيء. يبي لها تلميح سلوم ترى. اصبر انا ودي اروح لما الازرق. تشوف الازرق ذا اليسار؟ انت رحت قبل شوي مت صح؟ اتوقع انه في شيء نخليه يطلق عليه، فهمت؟ يطلق على الازرق فبروح. يلا انزل.
لو ما عندك سلاح ولا شيء. قاعد اشوف فيها مغناطيس، شوف اللي تحت هنا. اقول اقول باخذ تلميح، باخذ تلميح، اختبئ من الكاميرا ثم اركض نحو مصدر الطاقه المشار اليه ودمره. طيب ما كيف نختبئ من الكاميرا؟ بس كذا انا توقعت انه هو اللي يطلق عليه، ما ادري شلون طلع. انفجر خلاص. اي والله انفجرت خلاص. أوكي. خلاص راحت، وفي صوت حق الكهرباء الله يشغله. اوكي جي جي. خلص الليفل الثاني. اوكي ان شاء الله ما نستخدم فيها تلميح ان شاء الله. شوف هذه اتوقع انه غرفه، بس كيف نروح لها؟ شوف هذه ايش توقع انها غرفه؟ ايه انا اقول في طريق ان نجيب طيران اللي هو فلاي، اذا عرفتها، اول القفز العاليه ذي. كيف نجيبها؟ اوكي زر دفع كره. اوه هذه هي. اوكي ادفع ادفع، اني يمكن اسوي عليها اي اركب جوا السياره، يمكن جرب واسمع. عد عد عد. واحد اثنين ثلاثة. الدحرجة تسوي اي اي اي. هكا هكا اضغط اضغط. بس بس خلني بكون هنا، خلني بكون هنا. يلا او يمكن تضربها. يلا يلا واحد اثنين ثلاثة. هلا باللقلقة. وش ذا؟ والله ملقلقة مرة، قاعد ترجع اربع مرات. ايه اضرب. ايوه الله علي. حلو الله علي. الله علي. انا اللي معلمك اياها. لا تزبط. انا اقصد اني طقيتها يعني، مو قصدي اني اوه انا جد. اوكي ترى ما يمدي انا اسوي شيء. لاحظ اني انا ما ركزت. الله علي. انا ما يمديك تركب. تكسر تلميح. شوف انا احس انه، انا احس انه مرتبط في الليفل اللي قبل، ما ادري ليش. هنا هنا سلو سلو سلو. وشو هنا؟ وشو ذا؟ ايش مكتوب؟ مدري. انزل القاعده. انزل القاعده. صح قاعده ذي. يمكن سوينا شيء. خليني بجرب اضغط مره ثانيه. شوف. لا اصبر. اوه الا والله ضبطت. اوه ايش سوى؟ ايش سوى؟ رمى الكوره هنا فكها ثم صكت في الزر. ديم. والله ديم. طيب. انا حسيت ان كذا في شيء قبل. سبحان الله صار فوق الباب. ود هيك. طيب هذه. طيب الحين شو نسوي؟ نروح هنا. ايوه. نروح بنفس الظاهر ننقز. طيب. ايوه. اضغط الزر خلينا نشوف ايش يقول. تفعيل. فعلنا شيء. اتوقع نروح الجهه الثانيه. لا ما دخل. هنا. ولا. هنا. اي جيب جيب السياره، جيب السياره. اوه شوف هذا تنط فوق هذا. بعدين يصير خير. ايه. يب 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 يصير خير. بعدين نحله يعني. امشي امشي. وش ذا؟ الو قلتك. غلب الغرازه غزاله. مش غرازه. اي. نرجعها ورا. ها؟ هلا ابي. اوكي. هلا والله ما تشوف ضبطته. شو هم ذا يرفع غزاله؟ ما ادري غرازه. اوه عرفت ذا الليفل. هذا ما قد سواه هو. هذا نظامه. تضغط زر ويفك لك هذا الازرق، بعدين تسوي طريق وشيء يمشي فيه. اوكي كره جديده. اتوقع انه في زر. شوف هذا لوكت. هذا لوكت اني ارقى معك. اوكي وشوف وراك. وش ورا؟ اوه كذا على فوق. اوكي شكرا. لا نهايه ولا كيف؟ ادري اني دفيتك بس يعني. لوك. طيب. هذا لوك. اوكي اصبر اصبر اصبر. في زر صدقني. في زر. فيه زر الظاهر. تحط الباونسر كم واحدة اعطاك؟ واحدة بس. حطها هنا بس. اوكي انا خوف اني احطها يصير مقلب. تتوقع؟ خليني اجرب. اوكي هذه حقت انه شيء يمشي فيها سيارة. مثلا كورة سيارة اللي هو. طيب كيف نجيب؟ في كورة ورا رسمنتها انت الظاهر. الظاهر نطيحها بالامبوس. كورة جديدة. اوكي كورة جديدة من زر. بس كيف تنزل؟ طيب ارقى معي فوق. اتوقع اني عرفت. تعال على هذه هناك. شفت ذيك اللي تتوقع انك قصدك تدفها؟ اتوقع اي. ايوه ايوه الو بعدين بتنزل. ايوه بس ان اوه لا وين رجع؟ اوكي خلا خلا قبل ما نجيب ركب. ايوه اي اروح احط كرسي ذا جديد احسن. أيوة. الله علينا. الله أوكي. علينا. هلا ابي انزل انزل انزل. بشوي اسمع اسمع بشوي اصبر اصبر. لا أصبر. تنزل تنزل تنزل. خله 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 صدقني. خله خله خله. اعرف طق. لا طق من فوق. بس 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 ما عليك ما عليك ما عليك. اوكي طيب. اوكي بعدين تحت. حلو حلو. بس لا غلط صح؟ لا اتوقع انه صح. لو شوف لونها كيف. يب يب هذه خرافيه ترى من السيزون اللي راح. ونحطها هنا بعدين تنط. ايوه هلا ابي. اوه لوك اللوك قصدي ايش لوك والله. والله شيء رهيب بالله. رهيبه اقسم بالله شيء رهيب. اللوك فتح الباب. يب يب فتح الباب على طول. بس لان وطى على شيء اتوقع فوق خلاص زي اللي فتح الباب. هذا وش هذا؟ اثقال ليش؟ تفعيل.
سلوب بسرعه فزعه فزعه. سمعت صوت شيء انا. اوكي طيب هذا بنزين وشو؟ هنا ونفتح عليه الباب الظاهر. اوه خبزني طلع شكله سريع سريع والله سريع. ادري بس ما بدي اسوي شيء انه لازم توصل للنص. تعال كمان بوي كمان كمان بوي. يلا اوكي يا دب يلا. اتوقع ان نذبح. والله خبزني والله. قال ايه تذبح بوف شوف يتنكس. والله انه يتنكس. طيب الظهر اي خله يخش. شلون يخش شلون؟ ايوه ايوه يلا يلا خش. ايوه ايوه يلا. فعلته والله فعل فعل فعل. الله كفو كفو. ليفل 7 اوكي تلميح. سمحت تلميحات انه سقف سقف على طول سقف طبيعي اصلا ما في شيء. انا اقول تحت في المويه. انا اقول مو تحت في المويه. يا الله لحظه هنا في شيء. هنا في 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1. اها يعلق الطريق. اصبر اصبر. كني فهمت كني فهمت. اصفار كامله بعدين صفرين واحد بعدين صفر واحد بعدين واحد. اصبر كذا اصفار كامله يعني. يب ديم يب ديم. اصبر كمل لي كمل لي. الارقام الواحد وينها؟ هذا في النص صح؟ الاولى اربع اصفار. هذه نص بعدين نص بعدين نص بعد. اوكي 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 فهمت فهمت. كذا 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 حلو كذا. بلوك كامل بلوك كامل. لا بلوك جام. الله حلو. الله يقطع من المتعه. ليفل 8 هلا بالعيال. انرجي اوكي. هنا في طاقة. او 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 اوكي حطيت او او. هذا ايش هذا؟ ما يسوي لي شيء ما يسوي لي شيء ذا. طيب ايش؟ اي تعال تعال لازم نجيبه للطاقة. نوصل للطاقة تعال. تعال قرب لي قرب لي. هنا اوكي لازم قصدك في زر؟ اتوقع ما في شيء. حشرت ما في شيء. حشرت. تعال جرب ورا انت يمكن تلقى. ايه بس بس عرفت 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 عرفت. شلون شلون؟ روح روح على الكاميرا الأخيرة. قصدك اروح لهذا؟ بعدين هذا. ايوه روح كمل. الأخيرة انقز فيها. طيب. انقز. الله ديم قطع من المتعة. جاي والله ما تشوف طيرني فوق مرة عيال. والله مرة فوق. حلو ديم اوكي ليفل 9. شكل غريب مرة. والله شكل غريب. تحرياتك ريان. والله انا قاعد احاول ادور بس اصر هنا هذا ما يمدينا صح؟ والله الا اوه الو شلون؟ والله ما ادري. تعال هنا بس كذا فزنا. سولف. لا لا غاشن صح؟ كيف كلام صدم اللي يمشي مليون. والله ما ادري يمكن كذا نط فجأة فزنا. والله العظيم ما ادري شلون اقسم بالله. هنا في زر تعال شوف ازاله مكتوب عليها. اوه ازال هذه انت تضغط وبس. ازال هذه اي اليسار اوكي. الظاهر انا ازيلها لك وانت تروح. يلا روح. طيب اصبر والله ما ادري باركور هنا وليش ترقيت انا. تخيل الحين جي جي كرة جديدة. اوه جيب الكورة. طيب لا اسمخني. طيب انا بنزل هنا بنزل نزلة مؤدبين. اوكي روح كذا بس روح عند هذه روح عندها سويت بداله. اجين اجين اجين. اوه اجين اجين. اوكي اوكي اوكي. قل لي قل لي اذا تروح. يلا ايوه راحت الكورة. ضغطت شيء فتحت طيب. الباب فتحت الباب ما ضغطت الا اللي ضغطت صدقني. شوف اوه شوف الزر حلو ما طلع عندي صوت يا اخي. طعم القهر حتى انا ما عندي صوت. اوكي الو بيت الو وش اللخمه هذه؟ انا اقول هلا بي. هلا شو النطه كيف؟ وش اللي احسنت صنعا قمت باجتياز الاختبارات بنجاح. انت مسعد انت مسعد انت مستعد قصدي يمكن؟ ها؟ اي 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 طحت انا صار الو الو. طيب الرفت ايش صار عليها؟ الرفت ظاهر كذا جلتش. اسمع اوكي اوه
والله رهيب اقسم بالله. خليه يخلص. والله ديم اوف تعبت انا تعبت من الماب تعبت من الماب الماب عجبا لما اتوقع بلوغك لهذا الحد ديم وش قصده ذا قصده معنا جدة ما تبغى نحل كل شيء نيس نيس مناكل صار من 10 ساعات البروفيسور لقد اثبت مهاراتكم المحتمل تشارك في العمليه القادمه الا بي البروفيسور الشخص الذي صمم لي هذا الماب الماب مبدع اقترح عليك دعمه بوضعك هذا الكود اذا تبون تدعمون هذا الشخص اللي ما قصر هذا الماب الرهيب رهيب رهيب الماب قسم بالله كود شوب حق عزه اذا تبون تدعمونه انا اعطيه لا مو 5 لا مو 8 يا 9 يا 10 بصراحه 9 من 10 اوكي مبات سابقه اليوتيوبرز لاعب الماب السابق بس 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 وشو هنا مكتوب ما هو تقييمك الماب من 10 شوف انا قلت لك لا لا اوكي 9 عيد تطلع 10 يا ايش تسوي 10 اوكي اصبر اليوتيوبرز اللي لعبوا المابات حقته اوسمز اوسمز بيسلو كود دعم عزه وانستغرام حقه عزه فور هذا فضاص بيستون اللي نزلته هذا عهد الاصدقاء نزلته هذا منطق العباقر نزلته الغاز العيد نزلته تفكير عميق نزلته منطق العباقر راح صك فوق 400 الف يا عيال غير رهيب ف بيلها تشغيلها هذه مره ثانيه اصبر شغلها الاغنيه اوكي شغل واختم بس يا بس هذا كان هذا المقطع ان شاء الله مقطع عجبكم لا تنسون زر اللايك وكود الماب في الديسكربشن قناه ريان في الديسكربشن يعطيكم العافيه على الدعم الخرافي اللي قاعد تسوونه شكرا خير سلام.